السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم دمو لعبة Broken Veil. لعبة ثانية تشبه لعبة Lesson Nightmares، بس هالمرة بس متوفر لها دمو، واللعبة بعدها ما تصدر. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا بمقدمات زيادة خلونا نبدأ. على طول حطونا في اللعبة، على طول نشوف التشابه بينها وبين Lesson Nightmares. قاعدين في ملجأ أو مكان أطفال، ونشوف الحبيب هذا واقف عند النافذة. أوكي، مرحبا. عصبت علي لأن طلعت. أوكي، رفعنا على الإضاءة شوي كان نشوف. left click. طفينا عليها التلفزيون، بدي اقوم تشيك عليه اغلب شيء. عندنا هذه الغرفة، سبيس. شكله ما احتاج الماوس ابدا، بس الكيبورد. يبغون يدف هذا left click crook. اوه جاي جاي جاي، المفروض اني صادني. اوكي، كان المفروض اني اطلع. اوكي، اوف رماني هنا عقابا. اوكي، هول تو بوش. طلعنا برا. اوكي، اكيد يبغون نروح نركب سيارة. ليش هارب ما ادري، طبعا فيها لمحة من Lesson Nightmares بس مو نفس الشيء يعني. طبعا اللعبة شكلها اندي لان يعني الحركة فيها صايرة شو اسمه مو مرة يعني واو. شفتي ما في شيء، ما كانت اللعبة loaded in على قولتهم. ايش علاقة اوكي اللعبة فيها glitches كثير. متنمرين. وش سوى؟ اوه يا حبيبي. اوكي، رموني في القبو. انت تطاحت اياه. اوكي، press F to turn on laser. احسن القط يتبع اوكي. ايش طيح؟
احتاج اني استخدم يدين عشان استخدمها. اها اوكي، والحين امدينا اسحبها. واو مس مذبحة أو مسلخ لحوم أو ما أدري إيش يسموه، ملحمة. عندي الليزر الآن، عندي الليزر. خدنا هذا، بس وش استفيد منه؟ دف؟ ما نقدر ندف. اشتغل شوي، خلنا نرجع شوية زيادة. اوكي ارتاح. اها يبغون الان امسك الحبال، انط على هذا. نفس ليتل نايت ميرز بالضبط، مقلدين على اللعبة. نايس، مسكنا الحبل. لا تتركه بس، keep going keep going. با 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 با. انزل 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 حبيبي، لا سووك لحم مفروم. عندنا هذا نقدر نسحبه. نايس اوكي. نايس. بالضبط لايك ليتل نايت ميرز، بس اللعبة بغليها على قولتهم تصليح وتعديل، انه بغليها شغل. طباخ اوكي. تحكم كمزعج. لقد مسكني الوحش، روح. ها سلامات. شو الاكشن هذا في النهايه؟ اوكي اللعبه تحتاج شغل كثير صراحه. مكتوب انها مخطط يسوي شو اسمه تنزل شهر 10 هالسنه، بس ما ادري انا متى هدم ونزل، بس تحتاج شغل كثير صراحه، التحكم والجلتشات والش اسمه اللي فيها. عموما اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.